السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سؤال من الفت الإعلامي. مساء الخير تيتي باتيس دبري من فيكارو. مبارك لكم الفوز والوصول إلى النهائي. كما نعرف فمن الصعب أن تظلوا دائما على رأس هرم كرة القدم. هذا الفوز أيضا بعد ال4 سنوات التي مضت منذ كأس العالم الأخيرة، كيف تفسره؟ ماذا تقول للرئيس الذي حضر اليوم؟ أنا دائما أشعر بالفخر عندما أحقق مثل هذه النتيجة، لأنه من الجيد أننا وصلنا الآن إلى النهائي يوم الأحد. الفوز لم يكن سهلا اليوم، نحن أثبتنا جدارتنا وروحنا الرياضية وروح الفريق، وكان علينا أن نبذل قصارى جهدنا اليوم أيضا. كان هناك لحظات صعبة في أثناء المباراة. كمدير فني أنا راض عن أداء اللاعبين وأنا فخور جدا بهم. أنا لا أفكر بنفسي ولا أضع نفسي أولا، ولكن بالطبع هذا النجاح هو نجاح اللاعبين. وبالنسبة لي رسالة إلى الرئيس ماكرون، لا أعتقد أنني أستطيع أن أقول لكم هنا شيئا لم أقوله شخصيا عندما أتى إلينا. غندل كولماني كان بطل نهاية المباراة. هل داي وأدغيان سيرجعان يوم الأحد؟ دايو سيكون في صحة تسمح ولياقة تسمح له باللعب، ولم يكن على ما يرام اليوم، ولكنه سيعود. منذ يوم السبت كان يشعر بتوعك لمدة 3 أيام، ولكن رجع إلينا بعدها. والبارحة كان يشعر ببعض الحمى، ولكنه في مرحلة التعافي. وبالنظر إلى المباراة الصعبة التي كانت أمامنا اليوم، أنا قررت ألا يلعب وأن يلعب كونتي بدلا منه، لأني أعرف أنه أثبت حتى الآن أنه على مستوى يليق بهذه البطولة. أدغيان غابيون كان يشعر بالتوعك، كان أفضل قليلا اليوم بعد الظهر، ولكنه لم يكن 100%، ولهذا السبب بقي بالفندق. ونحن لدينا الآن 4 أيام استراحة، وأعتقد أنه سيكون على ما يرام يوم الأحد. نعم كولوماني دخل أرض الملعب اليوم، هو جزء من لائحة المنتخب وبالتالي استطاع أن يلعب. كينزي كوما أيضا لعب في المباراة السابقة، ولكنه أيضا كان لديه بعض الحمى اليوم بعد الظهر، وبالتالي لم يكن على لياقة تسمح له باللعب. وبسبب قوة كولوماني وسرعته وطريقته في الجري، كنت أعتقد أنه أفضل لاعب يمكن أن ندخل به أرض الملعب اليوم، وهو أيضا سجل هدفا، وبالتالي أعتقد أن القرار كان صائبا. كان هناك لاعبين آخرين يمكنهم أيضا أن يلعبوا اليوم، وكان من الممكن أن يصنعوا الفارق. من المهم جدا أن يكون هناك بدلاء جديرين على الدكة، وحتى وإن لم يكن بعضهم قد لعبوا في إطار البطولات الأوروبية، إلا أنهم لم يدخلوا، بالتالي نحن نعرف أيضا عواقب ذلك. مرة أخرى كولوماني رائع شخصيا للفريق. ديدي سؤال من ساندي تايمز. كان لديك لاعبين خط وسط اليوم يلعبان، شباب وليس لديهم الكثير من الخبرة، كيف تقيم أدائهم؟ تعني فوفانا وتشيميني؟ الخبرة ليست هي العامل الفاصل، هي ليست أهم شيء. هما لاعبان يتمتعان
بالكثير من المهارة، ربما ليست لديهما خبرة على الساحة الدولية، ولكن هما يستحقان الوجود هنا. هم محاطان بلاعبين لديهم الكثير من الخبرة، وهم لديهم إمكانيات مهولة ومهارات عالية كما قلت. والفريق بأكمله لعب مثلا بطريقة ليست لائقة أمام تونس. يوسف فوفانا على سبيل المثال لم يظهر الكثير من النقاط القوة، ونكون صريحا معكم الآن بشأن ذلك، ولكن هو تعلم أيضا من هذه الخبرة، وأعتقد أنه أثبت اليوم في نصف النهائي بكأس العالم أنه جدير بذلك. وبالنسبة لغيان وماني، أعتقد أنه بما أنه بدأ في مرحلة مبكرة من العمر وبعد ذلك احترف بريال مدريد، أعتقد أنه يمكنه أن يتحسن أيضا، ولديه بالفعل كل الصفات التي تمكنه من اللعب على هذا المستوى. يحتاج فقط بعض التصحيح، بعض الإرشاد، ولكن ليس لدي أدنى شك أنه يستطيع أن يكون رجل يعتمد عليه على أرض الملعب. سؤال من الكيب، لدي سؤالين. هل ماركوس تيرام ودخوله اليوم هل صنع الفارق؟ لأن جازمان قال أنه ساعد في ناحية اليسار. وشخصيا لديك الآن إمكانية أن تقوم بإنجاز لم يقم به رجل في تاريخ كرة القدم، أن تكسب كأس العالم مرتين كمدرب ومرة كلاعب، ماذا تقول عن ذلك؟ عندما نبدل لاعبين الأمر دائما هو اختيار تكتيكي، لأن يجب أن نغير تشكيلة الفريق وخطة اللعب، وبالتالي أيضا نعم كان من الممكن أن تواجهنا مشاكل، ولكن على الناحية الأخرى أعتقد أننا بالفعل واجهنا الخصم بطريقة جيدة وخلقنا أيضا فرصا في الشوط الثاني. ولكن نعم، نحن قررنا أن نضع مركز على ناحية اليسار لنستطيع أن نمكن كيليان إمبابي من البقاء في المقدمة، وربما أيضا يحتفظ بقليل من طاقته. الأمر كان يتعلق أكثر بالتوازن، وبما أن أوليفي لعب منذ 4 أيام وكان مرهق وأيضا أصيب في ركبته نهاية المباراة، أخرجناه لهذا السبب واستبدلناه. كان يحتاج إلى قسط من الراحة. ماركوس تيرام لعب جيدا جدا عندما دخل الأرض الملعب على ناحية اليسار، وهو أرانا أيضا قوته كلاعب وأجبر المغرب على التقهقر أمام قوته. وأما بالنسبة لي وبالنسبة لهذا الإنجاز الذي تحدثت عنه، أنا لست هنا محط الأنظار، المنتخب هو أهم مني. بالطبع أنا فخور بالإنجاز حتى الآن، وأعرف أن لدينا هذه الفرصة للدفاع عن اللقب الذي نحمله في النهائي يوم الأحد، وهذا بالفعل إنجاز كبير حتى الآن، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لكي نرفع هذا الكأس يوم الأحد. مساء الخير ديدي، مبارك لفوز اليوم. كان هناك اليوم حديث عن أن كريم بنزيما سيرجع إلى قطر، هل هذا حقيقي؟ وإن كان ذلك حقيقيا، هل هناك إمكانية في أن يلعب لبضع دقائق؟ لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال في الحقيقة. السؤال التالي، أنا آسف، السؤال التالي. ديدي، سؤال من RTL.
في الأربع سنوات الأخيرة كان هناك تغييرات كثيرة، ولكن أعتقد أن شيئا لم يتغير، ألا وهو موهبة ليونيل ميسي. ما الذي تعتقده في المباراة ضد الأرجنتين؟ هل ستكون مباراة مختلفة بالمقارنة بالمباراة منذ أربع سنوات؟ وأنت تقول أن كينغزلي كومان كان يعاني أيضا من الحمى، هل تخشى أن تنتشر العدوى؟ لأنكم تقيمون مع بعضكم البعض، هل ربما هناك لاعبين آخرين مصابين؟ نعم، ليونيل ميسي كان أو في لياقة رائعة منذ بداية البطولة، منذ أربعة سنوات كان الأمر مختلفا. نعم، وهو في الحقيقة كان يلعب كمهاجم صريح ضدنا منذ أربعة سنوات ونحن تفاجأنا بذلك، وهو الآن يلعب خلف المهاجم الصريح، وهو في الحقيقة يستلم الكرة كثيرا، يجري أيضا كثيرا، وهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم بطبيعة الحال، وأثبت ذلك أكثر من مرة، ونحن سنحاول أن نحيد خطره وأن نحاول ألا يؤثر على المباراة، وبالطبع أيضا الأرجنتين ستقوم بالمثل في مواجهتنا وستحاول أن تحيد اللاعبين الفرنسيين، وبالتالي أعتقد أن الأرجنتين التي سنواجهها يوم الأحد مختلفة عن الأرجنتين منذ أربعة سنوات. نحن لا نقلق بشأن ذلك كثيرا، وعن موضوع المرض وغير ذلك، أنتم تعرفون أن في الدوحة نحن نتدرب بالخارج، وكان هناك هبوط في درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، وأيضا بالإضافة إلى المكيفات الموجودة في كل مكان طيلة الوقت، ونعم كان هناك بعض الأعراض التي تشابه أعراض نزلات البرد منتشرة. نحن نحاول أن نتوخى الحذر قدر الإمكان لكي لا يكون هناك انتشار للعدوى، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم أيضا على أرض الملعب، وبالتالي أيضا أعتقد أن جهازهم المناعي يعاني قليلا في الوقت الحالي، وبعضهم يمرضون فورا بعد المباراة، وهذا يحدث بطبيعة الحال عندما تضعف مناعتهم بسبب الإجهاد البدني في أثناء المباراة، والإجهاد البدني العالي يؤدي إلى سهولة الإصابة بالفيروسات وما شابه. نعم، نحن نأخذ بالأسباب وأيضا نأخذ كل الإجراءات الوقائية لكي لا تنتشر العدوى، ولكن الفيروسات بطبيعة الحال معدية،